السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير يا أهل الحالات. الواتساب الحين واتساب سناب وإنستغرام كل شيء صار فيه مثل هالحالات هذه، لكن الله يجعلها شاهدة وحجة لنا لا علينا. بعض الناس اللي عنده يعني تعب أو مرض ويتعالج المستشفى أو يقرأ الرقية الشرعية يفعل هالسببين هذه ويغفل عن سبب الدعاء. هذا خطأ، الدعاء من أنفع الأسباب ومن أهمها، فلذلك الحرص الله بالحرص على الدعاء. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعوتي أيوب عليه السلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى دعاء، نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا نغفل عن الدعاء، دعاء سلاح عظيم من أهم الأسلحة يعني اللي أنت تعالج فيها يقويك. أذكر أحد الشباب من الله عليه بالعافية الحمد لله، كان عنده عملية قلب مفتوح وكان خايف مرة يعني من العملية وخطيرة وكذا. فأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعني جزاء من يكثر على الصلاة عليه، قال تكفى همك ويغفر ذنبك والمرض هم. أي والله هم، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. الله بالدعاء واكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.